أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أصلي النافلة 4 ركعات متواصلة؟ في النهار لا بأس، والأفضل أن يصلي كل ركعتين بتسليم، هذا هو الأفضل. وأما في الليل فصلاة الليل مثنى مثنى، ما تقرن 4 ركعات، بل يسلم من كل ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.